أهلا بكم. اتهم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتلاعب بالدين وتوظيفه لما يصب في صالحها. وأضاف المرصد في بيان له أن الجماعة وأذرعها الإعلامية تجاوزت جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية وتناولت في القنوات التابعة لها العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية بكل ما يسيء للمصريين، وقدمت تحليلات عقيمة يملأها الحقد والغل، إلا أن كثافة الإقبال على التصويت في الانتخابات أكدت التفاف الشعب المصري حول قيادته، وذلك حسب بيان المرصد الذي عدد محاسن النظام وفضل الانتخابات. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد صغير، مستشار وزير الأوقاف سابقا. أهلا بك معنا. أهلا شيخ محمد. كما انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الكاتب الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، وانضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد المقصود باشا أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أهلا بكما معنا. شيخ محمد، في البداية نريد أن نعرف ببساطة وباختصار أيضا ما هو هذا المرصد وما طبيعة الدور الذي يقوم به؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا عنوان فضفاض لا يمارس تحته عمل حقيقي أو فعلي، فالعنوان المرصد الفقهي أو مرصد متابعة الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة. لكن لم نرى فيما صدره البيان لا فتوى لعالم أو حديث أو آية. يعني هو المفروض مرصد بيتتبع فتاوى تكفيرية وآراء فقهية شاذة. هو في هذا كما فهمت أنا من اطلاعي عليه هو بيعلق على ما ورد في قناة مكملين وقناة الشرق اللي بيصفهم بأنهم قنوات الإخوان المسلمين. يبقى ده تقرير إعلامي، وبتكلم في تقرير إعلامي. هذا يذكرني لما زرت ليبيا كمعمر القذافي في أمن الدولة، القسم الذي يكافح نشاط العلماء كان مسميه قسم مكافحة الزندقة. فهذا أحد الأذرع الدينية للنظام العسكري، مثله مثل حزب النور وكشافة الكنيسة. لكن ما علاقة مرصد الفتاوى بالانتخابات؟ يعني ألا يعد تدخلا في شأن سياسي بشكل مباشر؟ أنا سألني المعد الكريم هذا السؤال قبل أن أدخل إلى الحلقة، قلت له هذا ليس تدخلا في السياسة فقط، إنما هذا التدخل في الإعلام. أنا شايف هذا تعقيب على أداء إعلامي. يعني هم لم يخلطوا الدين بالسياسة فقط، وإنما خلطوا الدين بالإعلام وبالقنوات، ولم يتسقوا حتى مع العنوان الذي جعلوه لهذا المرصد. أنت مرصد يرصد فتاوى تكفيرية أو آراء شاذة. أين هي الفتوى؟ أين هو العالم الذي خرج في هذه القنوات؟ اذكروا لي اسم عالم. طيب. أو اذكروا فتوى وحيثياتها وردوا عليها رد علمي. لكن طيب. هذا تقرير أظن كتبه بكر محمد أحمد. دكتور عبد المقصود باشا، هل هذا بيان ديني يخص مسألة دينية أم أنه بيان سياسي امتياز؟ دكتور عبد المقصود، طيب فقدنا الاتصال بدكتور عبد المقصود باشا، سنحاول الاتصال به مرة أخرى. لكن نذهب إلى ضيفنا قطب العربي من اسطنبول. يعني البيان أيضا أستاذ قطب وجه اتهامات لما وصفه بالقنوات التابعة للإخوان، وقال إن هذه القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي. ما تعليقك في البداية أستاذ قطب؟ يعني اسمح لي في البداية بس أضيف لكلام فضيلة الدكتور محمد الصغير عن هذا المرصد. هذا المرصد يدير قسم النشاط الديني في الأمن الوطني، ولذلك تجد دايما بيانات هذا المرصد بيانات أمنية سياسية وليست بيانات دينية أو فتاوى شرعية. حتى هذا البيان الذي بين أيدينا هو بيان سياسي طبعا وأمني بامتياز، لم يتطرق للآيات إلا آيتين فقط، وفي الآيتين اللتين استخدمهم لتكفير المعارضين السياسيين. يعني هو بالأساس مرصد يفترض أنه لمواجهة التكفير، فإذا به هو الذي يبس التكفير في آيتين فقط استخدمهما في الآيتين الوحيدتين اللتين استخدمهما. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر،
والآية الأخرى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الآيتين بتصف حال المنافقين اللي هم النفاق الذي يخرج من الملة، وبتصف حال الكفار. وبالتالي هو استخدم هاتين الآيتين لتكفير المعارضين السياسيين الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات السياسية. ومن هنا فالدولة رسميا الآن تنشر ثقافة التكفير. البيان كما ذكر فضيلة الدكتور يعني يتحدث عن شأن إعلامي، عن تغطية لقنوات إعلامية، وكان المفترض أن يقوم بالرد على ذلك مثلا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة العامة للاستعلامات كما فعلت بالفعل. وهناك حالة ملاحقة الآن للإعلام، بس الإعلام اللي تحت أيديهم داخل مصر أو حتى اللي لديهم مراسلين في مصر، زي ما شفنا اللي حصل مع صحيفة التايمز البريطانية وطرد مراسلتها من القاهرة بيلترو، وزي ما حصل امبارح مع جريدة المصري اليوم المحالة إلى النيابة، نيابة أمن الدولة الآن للتحقيق في منشط نشرته بالأمس، وزي ما حصل من الضغط على وكالة رويترز ودفعها لسحب تقرير لها. سأعود إليك، عاد إلينا دكتور عبد المقصود. عفواً. باشا دكتور عبد المقصود، في هذا البيان نصا يقول إن كثافة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية يؤكد التفاف الشعب المصري حول قيادته. هذا البيان هل هو بيان يخص مسألة دينية أم أنه بيان سياسي بامتياز؟ أم أنه بيان إيه يا فندم؟ سياسي، بيان سياسي خالص، بيان سياسي بامتياز. لا يا فندم، لا يعني أنا آسف كثيرا لضيوفكم الذين يحللون تحليلات تتوافق وهواهم هم ولا تتوافق مع الحقيقة. هذا بيان لما حدث من بعض القنوات التي تتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية المصرية وتفرض نفسها وصية علينا وتعتقد أنها هي الصواب. هناك قنوات معينة ليس لها هم إلا التدخل في الشؤون المصرية وسب كل تصرف في مصر، وكأننا في مصر يصوروننا في مصر على أننا نعيش فوق مكان، مع أننا نعيش في سلام مع أنفسنا ومع غيرنا. هذا بيان رد على ما تثيره بعض القنوات القميئة التي لا هم لها إلا دفع أنفها. طيب هل من الطبيعي حينما يراد في مصر الرد على هذه القنوات دكتور عبد المقصود أن تصدر أو أن يصدر هذا البيان من مرصد الفتاوى التكفيرية، أم يصدر مثلا من جهة مثل تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد؟ هناك جهات محددة ومخول إليها الرد على ذلك، إيه علاقة المرصد؟ والله يا أخي العزيز، إذا تعرضت أنت لهجوم، إذا تعرضت أنت لهجوم أو أنا لهجوم، قد أرد عن نفسي وقد يرد غيري عني، المهم أن تكون هناك جهة ترد. لستم أنتم الذين تحددون الجهة. نحن لا نحدد، لكن السؤال يا دكتور، ألا يعد خلطا للدين بالسياسة؟ ألا يعد تدخلا في شأن سياسي خالص؟ حينما يقول مثلا البيان ان اقبال المصريين على صندوق الاقتراع دحض دعاوى اعداء الوطن والمتربصين وغيره، هل يعد هذا شأنا سياسيا خالص؟ سيدي، دأبت بعض القنوات التكفيرية التي بل دأبت كثيرا على استباطة اناس لا هم لهم الا الطعن في مصر واهلها. حتى انني حينما اشاهد هذه القنوات اتعجب لهؤلاء الناس كيف يقلبون الحقائق. ثم بعد ذلك اذا جهه تكفلت بالرد ايضا تتهمونها. نحن لا نتهم شيء، لكن نحن نقول يا دكتور عبد المقصود، نحن نسال فقط، هل من المنطقي ان يصدر هذا البيان من هذه الجهه؟ يعني من الطبيعي مثلا ان نقرا هذا البيان من حزب سياسي، من الممكن ان نقرا هذا البيان من الجهه المسؤوله عن تنظيم الاعلام في مصر، أن نقرأه مثلا من أي جهة سياسية أخرى أو جهة حزبية، لكن ما علاقة مرصد الفتاوى بهذا الأمر السياسي؟ وما علاقة هذه القنوات حينما تقحم السياسة في الدين؟ أليس من الواجب سيدي أن ترد عليها جهة مناظرة؟ هل هذه يا فندم يعني حضرتك بتتكلم على القنوات ترد على قنوات أو ترد عليها جهة إعلامية، لكن هذه جهة دينية، لماذا تتورط جهة دينية في هذا
السجال الإعلامي أو حتى السجال السياسي ما علاقتها؟ يا أخي العزيز يا سيدي الفاضل لا تقلب الحقائق من فضلك يا فندم. أنا أسألك، أنا لا أقلب حقائق، أنا مجرد أسألك، أنا لست طرفا دكتور عبد المقصود، أنا أطرح الأسئلة فقط عليك وعلى ضيوفي. يا أخي العزيز، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذا استضافت هذه القناة أناس يرتدون زيا معينا ويتكلمون في الدين ويزقون بالدين في الانتخابات، أليس من المنطق والعقل أن تقوم هذه الجهة بالرد؟ أما أنكم أنتم حينما تحددون الجهة التي يجب أن ترد فهذا ليس شأنكم سيدي. طيب ابقى معي دكتور عبد المقصود. شيخ محمد، من الطبيعي أن تقوم هذه الجهة بالرد لأن ثم تجاوزات إعلامية صادرة عن قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ومن الطبيعي أن تقوم هذه الجهة بالرد عليهم، إيه المشكلة؟ عايزني أجاوبك بصراحة، أنا أفكر أن أؤيد عبد الفتاح السيسي حتى تعطيني وقت مثل الذي تعطيه للدكتور عبد المقصود باشا، فدائما تفرده له الوقت كاملا. إذا كان تأييد السيسي ربما الدنيا زي الشيخ لك كامل الوقت. تفضل شيخ محمد تفضل. هذا المرصد، أنت تسأل الدكتور عبد المقصود أسئلة فيرد عليك. أنا منذ 3 سنوات على هذه الطاولة لا أسمع من الدكتور عبد المقصود إلا نفس الإجابات في أي موضوع. هذه القنوات إحنا بنسأل أسئلة معينة، هذا مرصد فتاوى فيه علماء المفروض تابعين لدار الإفتاء المصرية. ما الذي جعلهم يجلسوا أمام قناة الشرق ومكملين ويضيعوا وقتهم ويعملوا تقرير عن أداء هذه القنوات؟ أنا كنت ممكن أقبل لو تحدثوا عن برنامج فتاوى في قناة الشرق أو عن برنامج ديني في قناة مكملين، هذا تخصصه، أنت الرجل تتحدث عن الفتاوى، لكن هذا الكلام لا يمكن تكون هذه صيغة علماء أبدا أو صيغة فقهاء. إنما أقول لك دار الإفتاء الآن لأنه ترتيبهم وأدائهم كان ضعيفا في التطبيل للسيسي، تفوق عليهم حزب النور السلفي واستدعى رموز الدعوة السلفية أحمد فريد وغيره، وتفوقت عليهم الكنيسة في التطبيل للسيسي واستعرضوا بالكشافة في الشارع، فبدأت المؤسسة الأزهرية من خلال أذرعها تحاول إدراك ما فاتها من العرس الانتخابي. سمى عرس انتخابي، طب أنت يا رجل بتاع الفتوى مالك ومال العرس الانتخابي؟ ممكن المرة الجاية يتكلم عن حفل الطهور الانتخابي أيضا. دكتور عبد المقصود، ما ردك على ما ذكره الشيخ محمد؟ ما علاقة مرصد الفتوى بالعرس الانتخابي؟ الحقيقة أأسف كثيرا لرد فضيلة الشيخ محمد، وهو رجل يعني كان مستشارا لوزير الأوقاف، أنا أعجب لرده. كيف تطلب ما الذي تطلبه سيدي؟ هي حينما تستضيف هذه القنوات أناس يدعون التدين يا دكتور عبد المقصود. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل معه مرة أخرى. دكتور عبد المقصود باشا ينضم إلينا عبر الهاتف من ولاية شيكاغو الأمريكية دكتور عبد الموجود الدرديري القيادي بحزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا دكتور عبد الموجود. مرصد الفتاوى قال في البيان أيضا الصادر اليوم إن دعوتكم يقصد دعوة جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات قد فشلت تماما، والإخوان جماعة انتهازية تتلاعب بالدين. ما ردكم دكتور عبد الموجود؟ تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. سيدي الفاضل، أحب أن أقول للشعب المصري، الشعب الذي صفع الانقلاب وعملائه صفع لن يفيق منها إلا بسقوطه التام الذي سبب أمراض كثيرة للشعب المصري وفساد كثير في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سيدي الفاضل، القضية ليست قضية إخوان، أفتحت لبانة مرة، ما ينفعش كل فشل يعلقوه على الإخوان. الإرهاب فشل في مقاومة الإرهاب في سيناء على الإخوان، فشل في الاقتصاد على الإخوان، فشل في السياسة، الأسوشيتد بريس إخوان، اليونايتد، كل الصحف، الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، مش مقولة كل شيء إخوان، وهم لا يجدوا شيء يبررون به فشلهم. لقد فشلوا فشلا ذريعا، والسبب في ذلك ليس الإخوان، وأقولها صراحة، السبب هو وعي الشعب المصري الذي رفض هذه المهزلة منذ أن أتى الانقلاب الذي صدر
حق الشعب المصري في تقرير مصيره بإرادة حرة. هذه هي المشكلة، عليهم أن يبحثوا على أنفسهم وولاؤهم للظالم هؤلاء الناس. لكن ما ردكم أيضا دكتور عبد الموجود على الاتهامات الموجهة للقنوات التي يصفونها بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ويقولون كما قال في هذا المرصد أنها أصبحت منبرا للسباب واللعان وبعيدا عن أي مبادئ مهنية أو أخلاقية؟ يعني الواقع يكذبهم، هذه القنوات هي أكثر مشاهدة من كل القنوات التي تابعة للنظام في مصر. هذه القنوات استطاعت، يعني قناة مكملين وهي قناة حرة ليست تابعة للإخوان المسلمين، استطاعت أن تصل في مشاهداتها لأكبر من القنوات المصرية الموجودة في داخل. هذه القنوات تسعى لقول الحقيقة، قد تنجح في بعض في كثير من الأحيان وقد لا تنجح في بعضها، لكن إعلام يسعى أن يكون مهني. انظر للإعلام، تقارن بالإعلام الداخلي، لا يمكن أن تكون هذه مقارنة. هي كل الصحف العالمية تتحدث عن الأزرع الإعلامية الداخلية أنها انفشلت تماما في إقناع الشعب المصري بأن هناك انتخابات. أما القنوات في الخارج فهي تسعى بكل ما أوتيت من قوة حتى تظهر الحقيقة والألم والمأساة التي يمر بها الشعب المصري. هذا النظام سيد الفاضل لا يحتاج حقيقة قنوات، هذا النظام هو سبب فشله بأيديه وأيدي الذين يعاونونه من دكتور عبد الموجود الدرديري القيادي حزب الزور وحزب الحرية والعدالة. شكرا جزيلا لك أستاذ قطب العربي من إسطنبول. يعني أنتم توجهون انتقادات كثيرة للقنوات في مصر سواء القنوات الرسمية أو القنوات الخاصة، لكن هذا الانتقاد الموجه في هذا البيان ما ردكم عليه؟ الحقيقة أنه يعني هذا الانتقاد كما ذكرت في البداية كان يمكن أن أرد عليه وأن أتعامل معه بجدية لو أنه صدر من جهة إعلامية متخصصة زي المجلس الأعلى للإعلام أو هيئة الاستعلامات مثلا، لكن أن يصدر من هيئة شرعية مفترض أنها تواجه حسب عنوانها الفتاوى التكفيرية، ثم إذ بها هي نفسها تتهم خصومها أو معارضيها يعني تكفرهم، وحتى محدثك الذي تحدث أيضا يستخدم لغة التكفير السياسي والوطني حين يصف هذه القنوات أنها تتدخل في الشأن المصري بما يعني أنها ليست مصرية، رغم أنها قنوات مصرية لحما ودما، وهذا شأنها، الشأن المصري هو شأنها الأساسي وليس لها شأن آخر غير الشأن المصري. هذه القنوات الحقيقة كسرت حالة الحصار الإعلامي التي كان النظام قد فرضها على الإعلام الموجود في الداخل. النظام استفاد من معركة 2014 حيث اللي حصل فيها أنه العديد من القنوات الفضائية أظهرت اللجان خاوية، وكان ده رسالة من ملاك هذه القنوات، رجال الأعمال ملاك هذه القنوات أرادوا أن يرسلوا رسالة وقتها للسيسي أننا قادرون على التأثير وأننا قادرون على إيذائك شخصيا، بعد أن طلب منهم تبرعات ضخمة لصندوق تحيا مصر. فتنبه النظام لهذه الثغرة وأغلقها تماما هذه المرة، حيث سيطرت المخابرات الحربية على معظم هذه القنوات سيطرة كاملة مالية وإدارية تحت واجهات مدنية، يعني شركات مدنية تابعة للمخابرات، ومن هنا أرادوا أن يسيطروا تماما على الصورة بشكل كامل. لكن هذه القنوات التي المصرية الوطنية التي تبث من خارج مصر وهجرت خارج مصر استطاعت أن تكسر هذا الحصار الإعلامي وأن تنشر الجانب الآخر من الصورة التي أراد النظام إخفائها، فكان لابد يعني كنا يعني طبيعي أنه يحصل حالة الهياج من النظام وكل أزرعه اللي ليها فيها واللي ملهاش كلها يعني تحتشد لمواجهة هذا الإعلام الذي يبث من الخارج. بالمناسبة أيضا باختصار أستاذ خد من فضلك انتهى الوقت. نعم، يعني أنا عايز أقول بس إنه هم بيقولوا سقطت دعوة الإخوان للمقاطعة، الإخوان لم يدعوا لمقاطعة الانتخابات ولم يحدث إنه أي جهة سياسية معارضة في الخارج دعت للمقاطعة، لأنه الجميع كان يدرك أن الشعب سيقاطع من نفسه. شكراً. وبالتالي هم يصطنعون عدوا وهميا وعلشان يدعوا انتصارا وهميا عليه. الكاتب أيضاً الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عاد الينا دكتور عبد المقصود باشا الاستاذ في جامعه الازهر. يا دكتور عبد المقصود، مرصد الفتاوى في هذا البيان قال ايضا ان جماعه الاخوان تتلاعب بالدين وانها جماعه انتهازيه، لكن هناك تساؤل، يعني هذا البيان نفسه الصادر من المرصد هل يعد
تطويعا للدين في أمور سياسية؟ لا يا أخي العزيز، أنتم وضيوفكم تقلبون الحقائق قلبا كاملا. حتى هذا الضيف الذي يعيش في شيكاغو كيف يصف هذه القنوات بأنها قنوات مصرية؟ إنها قنوات مارقة تمول بأموال من الخارج. لاحظ ضيوفك سيدي، بعضهم يقيم في اسطنبول، بعضهم يقيم في أمريكا، بعضهم يقيم في قطر. أليس الأولى أن يأتوا ليعيشوا معنا في مصر؟ كيف يهاجموننا وهم يعيشون بعيدين عنا؟ هو بس ملاحظة بسيطة دكتور عبد المقصود، إن أغلب القنوات دي كانت تبث من مصر قبل انقلاب الثالث من يوليو وخرجت مضطرة إلى خارج مصر. توضيح بسيط فقط. بتقول إيه يا فندم؟ يعني بقول لحضرتك إن بعض هذه القنوات كانت تبث من داخل مصر بالفعل وخرجت إلى خارج مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو. تبث من خارج مصر وبتمويل كامل من أعداء الوطن، والعاملون فيها عملاء. كيف يخوف؟ لا فقط احنا بنتحفظ على هذا الوصف يا دكتور عبد المقصود، لان العاملين في هذه القنوات هم مصريون بالاساس، ونرفض تخوين اي شخص بالفعل. يعني التعميم بهذا الشكل لا يصح في كل الاحوال. حضرتك اعطيت ضيوفك وقتا كاملا فاعطيني بعض الوقت، لكن بعيدا عن الفاظ التخوين والعماله وغيره. تفضل دكتور عبد المقصود. ماشي يا فندم. ثم إن هذا البيان الذي صدر من مرصد الإفتاء هذا بيان رد على من؟ على ضيوف استضيفوا في قنوات معينة وأدخلوا الدين فيما ليس فيما لا يخصهم. علماء فقهاء. يعني أنا أستغرب من الذي ينصب نفسه مدافعا عن الدين وهو يعيش خارج مصر؟ من الذي ينصب نفسه للدفاع عن الشعب المصري وهو لا يخص بالشعب المصري، انما يعيش شعب بيقبض بالدولار ويعيش في فنادق خمسه نجوم؟ يا اخي اتقوا الله يا اخي في انفسكم، واتقوا الله في مصريتكم، واتقوا الله في مصر. انما بهذا الشكل لا يصح قلب الحقائق على الاطلاق. شكرا لك. انا ارى ان قناه الجزيره انما هي سأستمع لردك بالتأكيد. المعادي لمصر. طب ابقى معنا دكتور عبد المقصود، ما ردك شيخ أولاً محمد؟ اولا في ثلاث نقاط. النقطه الاولى، الدكتور عبد المقصود يقول ينزلوا يعارضوا من مصر. لن نكون نحن اكبر ولا اقوى من قائد الجيش المصري رئيس الاركان سامي عنان، اللي هو اقدم من السيسي بسبع دفع. سامي عنان كان ضابط ملازم اول عام 1968 يقاتل في حرب الاستنزاف، والسيسي كان طالب في ثالثه اعدادي. لم يتحمل انه يبقى مرشح محتمل واعتقله. يبقى انا عايزني انا انزل وانا ما عنديش دبابير؟ هذا الامر الاول. انزل وما ترشحش في الانتخابات. طب انزل اعمل ايه؟ اقعد في البيت واجلس كالنساء؟ الامر الثاني، الدكتور عبد المقصود في كل لقاء يقول الضيوف يتقاضوا بالدولار، وانا لا افشي سرا، الدكتور عبد المقصود متقاضي اجر بالدولار على هذه المداخله، وان كان ما بيتقاضاش بالدولار عليه يقول. وبيقول الضيوف أنت تقاضيت أجرا بالدولار وليس بالجنيه المصري، وأنا أعي ما أقول. الكلمة الأخيرة، طيب. لو اتهموا أي فريق بالتكفير من التيار الإسلامي ممكن، لكن جماعة الإخوان المسلمين بالذات ده عندهم ضعف رؤية في هذه القضية. يعني جماعة الإخوان المسلمين تحتاج إلى حصص تقوية في موضوع تكفير الكافر، فهم إلى الآن لا يرون أن ما حصل في مصر خروج عن دائرة الإسلام، وأن الذي يرفع في مصر الآن راية ردة وليست راية سياسة. فأنتوا جيتوا للنقطة الخطأ، أضعف التيار الإسلامي في إصدار الأحكام الأستاذ قطب العربي اللي معانا ده اعترض علي يوما لما قلت أن الذي يحدث في مصر ليس خلافا سياسيا. عبد الفتاح السيسي جاء لتغيير عقيدة المصريين، طيب. الإسلامية وهدم الهوية العربية. طيب. يعني بالتأكيد لابد أن أذهب لضيف دكتور عبد المقصود، لأنك تناولت في حديثك دكتور عبد المقصود. هو اللي تناولني الأول، هو اللي بيقول تعليق أخير دوفك في 30 ثانية. فضل دكتور عبد المقصود. دكتور عبد المقصود، هل لديك تعليق؟ قد استدعيت القناة الأمريكية تحدث منها في قطر ورفض مرات متعددة. هذا الذي يقول أنني أتقاضى بالدولار، كم تتقاضى عنك وأنت تعيش في قطر؟ سامع أنا بقول الحقيقة تقاضيته ولا لا؟ قول له الاتصال غير واضح من المصدر للأسف.
طيب في كل الأحوال شكرا جزيلا دكتور عبد المقصود باشا أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، شكرا جزيلا على مشاركتك، كما أشكر الأستاذ الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف سابقا، شكرا جزيلا شيخ محمد. في نهاية المساء نشكركم مشاهدينا على تفضلكم بالمتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.